شاء الله مرحبا ومسهلا بعدنا نتحالف عند الباب من اللي يدخل قول شايبي يلا حسن اختار مرحبا ومسهلا هلا والله ابو صقر الله يبقيك يلا حي حي الله ابو صقر الحبوب سعد كيف الحال طيب هذا الف يا مرحبا الف وسهلا كيف الحال طيب انا متحمس لك اكثر من جمهور هذا الوجه كيف الحال مرحبا يا مرحبا يلا حياك الله طيب سلام الله المرشد كيف الحال مساك بخير بنشوف مرحبا اهلا وسهلا كيف الحال مرحبا حياك الله يلا حيهم وين اجلس طيبين يا مرحبا خذ راحتكم المكان اللي يزين لك بتشوف انك بتعطينا فيه اقوى ما عندك اجلس مشكلة الكرسي لأنه هلالي تعال هنا كذا حولها ناري سبحان الله اللي جمعكم الله حيهم كلهم عالميين الله حيهم شنو عالميين ضيوف اللي قبلكم ترى احنا قلنا الليلة صراحة وجودكم أنها قوي وفخم وعالمي والله يسعد هذا الوجه لا من ناحية تشجيع الله يسعدنا ولا من كل النواحي يا مرحبا الله يحييك الله يسعد هذا الوجه طال عمركم والفرصة الطيبة والله جميع الله يسعدك اللي حنا اسعد بحضوركم وتواجدكم والله حنا والله قطعنا المسافات تقدير لكم الله يسعدك الله يرفع شانك وعادتك يرحم والديك وتقدير على قولهم لاسم البرنامج والضيوف اللي موجودين اللي قبلنا واللي معنا ولكم كمقدمين عسى الله يوفق هذا الوجه ان شاء الله باذن الله انها ليله ونقدم الشيء اللي يا سلام يا سلام اشتغل الحس بس انا هذه صيف مميز انا عليك انه هو دايم من القصه لاني بس اتلمس كذا الله يحييك ابو صقر الله يسلمك استاذي واستاذ الشيخ عادل طبعا كيف ما شاء الله قد فقعنا قلوبه قلوبه الحين نقلبها حصة عربيه الرجال الله الرجال ما نبغى نكبره في السن ابو سعد لكن ابو سعد قلت خليته يتقدم لكن لا هو مو ضروري ان انا درستهم ان خلاص بلغت من العمر عتية يمكن توي متعين وحصلتهم يا اخي ممكن بس ما شفت دوبك تعينتهم في البدائي ولا ايش؟ لا ولا في الروضة لا ما تمشي في مشى تدري مع الثانوي تدري الثانوي هذه متى؟ ألف تقريبا 1400 لا ستة درستنا والله والله يبين عمره الله يحييكم جميعا الله المبدع عبد الملك الله يحييك والله يا مرحبا الله يسلمكم الله حياكم الله في ليلة ليلة عالمية وطيبة هذا كبيرنا الذي علمنا الشعر لا انا اتعلم منكم جميع وانا اذا اني فرحان الليلة فانا وياك شيء واحد يعني قد ما احنا بعيدين من بعض الا لكن علشان المبدع الله يسعدك مبدع جميل ما شاء الله يوفقك ان شاء الله الله ان شاء الله ويوفق الجميع ان شاء الله يا مرحبا عبد الملك القرني هو منشد يعني عذب ومنشد اران يعني نجم قادم وان شاء الله انه من نجوم بدايه باذن الله ما شاء الله باذن الله علشان كذا ودنا نبدأ مع عبد الملك يستاهل شوف إذا كان صوتك بتعرف من قصايدهم أنك الروس الحاكم السعودية ما شاء الله ما شاء الله الله يسعد أيامك إياك إن شاء الله لا فضفوك حقيقة دي من الفلكلور الجنوبي أنا أوريك كيف أسلم وراك ولا جنبك ولا عدت ما شاء الله طويل كيف لونك زين معصى شوي تعبان لكن المعذرة يقول ضامن برد في يديه من سوى ضيم رجليه علق برد باك بادي الله ينصرك يا الغالي شب نارا ودفاني يا لا 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 شب نارا يا غزال تربيته
خمسة أعوام واسقيته كل يوم وانا راعي واقبل انذيبي واشتله يا غبوني ويا غشي يا لا 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 ابو صقر مرحبا بشاعر اللهجتين الله طبعا ايش سر اللقب هذا الجميل الله يسلمكم وامسي عليكم وان تاخرت وعلى متابعي قناه بدايه شاعر اللهجتين هو يعني لقب يعني ما انتشر بكثره بين الناس انما عند الاصدقاء والاحباب السلام وسبب التسميه انه انا يعني من فضل الله اكتب في الشعر الفصيح اللهجه الفصيحه يا سلام واللهجه العاميه فقيل شاعر اللهجتين وان شاء الله ان نكون كفو لهذا اللقب كفو كفو الله يسلمك وكفو ابو سعد الله يحييك الله يبارك سلمك الله اعماركم الله يحييك انا والله اني سعيد جدا والله العظيم الله اول شيء دعوتك الكريمه باسم الجميع وحبيبنا الله يسعدك قصة الفيديو كله هذه من الأشياء اللي لازم أنا أطرحها كشرف والشباب كلهم والله إني سعيد جدا الله يسعدك وإن كان فيه بالفعل فأنا والله إني أنا اللي تعبان شوي والله إني في الونزة ومضادات حيوية علشان هالساعتين نقضيها على الأقل ونمشيلهم ما بنطلب منك شيلات لا الشيلات اليوم الرجال هذا يقوم المقام الشيء الجديد من أبو سعد والله ما ودي اقول شيء والرجال هذا لانه اكبرنا سن وقدر ان شاء الله عودنا ما عودنا ما مع الحمد لله غير ما مع السنين تبغى تاخذ عمرك وعمر غيرك والله ما معك الا ما حصل تمام الله يوفق هذا الوجه ما ودي اسبك والله لا ما ودي اسبك الرجال لا ما ودي اسبك تقدير هذه بين سنها سنه ابو سعد كفو وانت تستاهل تسلم أقول يا حظي المحترم والغث شكرا جزيل على جحودك من أكبر شيء حتى صغره على جروح تصارخ كل يوم وليل على رماد على ورد الأمل تنثره الله لو أنها بالمرجلة والصميل ولا بزرق القنا والحبر والمحبرة ما كان غنى جبان ولا تطاول ذليل وما كان لاقى هزيل الجنب ما يستره دعها وخذ ما تواجه واستمع لي قليل ما ودي أكدر بخاطرك وأعكره الرزق مقسوم والدنيا نزول ورحيل والعاقل اللي هجرها قبل ما تهجره لكن يكسرني الشيخ الجليل الفضيل لصار ماله على شيل الحمل مقدره لصار قسمه مع أصحاب الجمايل ضئيل من خلف صمت يموت وداخله ثرثرة الفقر ملعون والعم منه كف البخيل اللي ما تندى بغير الذل والمحقرة والوقت قاسي وليل الصبر ما هو طويل والحظ ما جامل المطلق ولا قدره سلام عليكم صح نرجع الحظ ما جامل المطلق ولا قدره الله انا اتوقع ان الحكمة عندك أبو سعد والله دائما تعجبني في أبياتك حكيم في يا شيخ على ودنا نسمع منك شيء جديد ولا أنا لا أنا والله أحب أقول جديد والواحد يعني فرصة أنه وصل أنا عندي قصيدة والله أشغل وأنا ذا الحين خلني أحطها عشان قدني شايب نقرأ من والله أني ما أحب الشاعر تصريح هذا تصريح ما أحب الشاعر والله أنه يطيح من عيني لا قرأ الله الشاعر احبه يقدح ايه يقول اللي عنده ها والله لكني عودت بقيت من التصريح ذا الاونه الاخيره بقيت من السيل في الوادي ايوه يوم شفت الامور تزاحمت واني ما عاد اقدر الا اقرا بعض الاحيان فعود يعني قلت لا لا يعني ممكن من بعد الثلاثين يجوز يجوز انك تقرا يعني قبل فيها في قصيدة افتتح فيها هي عن الله سبحانه وتعالى لا سبحانه وانا لي سنين ما كتبت في الموضوع هذا لاني احاول اتجنبه ليه؟ لاني ارى ان
أكبر من كلام الشعراء من يوم خلقة الأرض إلى ذا اليوم. صحيح. لكن على الأقل الواحد يقول الشيء إحنا مقصرين. الواحد على الأقل إنه يقول الكلمة الطيبة لا تشفع له. فيقول مستجير بقوة اللي عليها الاتكال. مستجير بقوة اللي عليها الاتكال الوكيل اللي رجعته هو نعمة الوكيل زاد عبدك في ذنوبه وحلمك لا يزال فاتح بيبان عفوك عليه في كل ليل شح عبدك في عبادتك وأعطيت الجزاء يا كريم من زاد فضلك على العبد البخيل في الساعة يا كم تمادى على دروب الضلال ويوم ضاقت ما الوجه على غيرك سبيل ساتر قبحة عن الناس وبديت الجمال فوق هذا ليته يحس في رد الجميل ساتر قبحة عن الناس وبديت الجمال فوق هذا ليته يحس في رد الجميل أنت وحدك ترحم العبد وتنادي تعال وتغفر ذنوب كثيرة وبالشيء القليل وفي عبادك بدلوا العفو بسلوم الرجال الأخو لو سمح أخوه عز الله دليل يا إلهي أنت كامل ولك أنت الكمال ومن تسمى من عبادك باسم كامل حبيب ما تحمل هيبة اسمك صلاة في حل جبال كيف يا كامل تحملت يا عبد الجليل يا إلهي يوم عبدك على الجرف الهيا ساد رجله ما درمها على جنبه يمين ويوم مال بنزغة الشر شلته يوم مال واستجبت لدعوة أمه للشيخ الجليل أنت وحدك من تشفع الغيرة بابتهال تغفر تقبل الدعوة ولو كان من عابر سبيل أنت وحدك أنت وحدك من تشفع الغيرة بابتهال تقبل الدعوة ولو كان من عابر سبيل وفي البشر 20 معروف و20 اتصال وكان قلت اللي طلبته فعلت المستحيل يا إلهي كل صبر على رجواك طال الأجر يزداد أضعاف بالصبر الجميل يا كريم تعطي الأجر حتى للخيال لو تفكر في صنيعك وفي الليل الطويل وفي البشر من يحرم أخواته الورث الحلال والتنازل إيه وفي البشر من يحرم أخواته الورث الحلال والتنازل بنت الأجواد ما تلقى حصيل خايفا يورث ولدها من قسوم الخوال لا يخاف الله ولا يحسب اليوم الرحيل يا إلهي لو حلقت الدقن والثوب طاع فأنت وحدك تعلم السر في القلب العليم يا إلهي لو تغزلت في عيون الغزال وكان صوتي مركب الحان في بحور الخليل أتفاخر في خضوعي الرب ذو الجلال واقفا من قبل شعري على بابه ذليل جعل حرفي يشفع الراعي في يوم السؤال يوم لا ينفع قريبا ولا ينفع خليل وجعل يلحقني برحمته من ظله ظلال الحضيض اللي تظلل تحت ظل الظليل سلام لو ما قلت هذه الليلة إلا هذه القصيدة العجيبة الابتهالية جميلة الله يرحم والديك حنا شوف أكون معك صريح أنا تسمحوا لي ولا راحت أفضل أنا لا أدعي المثاليات وأنا والله مقصر من رأسي إلى رجلي لكن لعل مثل هذا القصائد تشفع صراحة الواحد لأن عندنا والله يا عندنا من لغو الحديث اللي نزلنا والله يا عندي قصائد أني أرجع لها والله يا مرة أمسيها في البحرين قلت قصيدة للأسف والله أني خايف أن لا ذي تشفع ولا غيرها والأمور طيبة والأمور طيبة ترى في الونزة يا الربع مسخن أن كان شفت شيء وجذب الرجال إن شاء الله نايم لا لا ولا تقرأ علي ترى في وجه الله هدري ليه إن كان به شيء من الجن ولا ذولا فخلهم يقعدون غير الشعر بس ترى تقي 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 الله عبد الملك أبي نسمع شيء أبشر خاص فيك أبشر طبعا ذي كم ريال حين يقول ما تشوف الباص طهور إن شاء الله
له يا حبيب الروح ما ترحم المحزون في حبكم مجروح والناس ما يدرون يا غايتي ومناي أشقتني وشلون وانت سبب بلواي وانت الدواء المضمون غيرك فلا للطب ولا دواء بيكون هذه سوات الحب أهلها ما يسلون وله يا حبيب الروح ما ترحم المحزون في حبكم مجروح والناس ما يدرون مسكين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله على ذكر الجن يوم ذكرت الجن لا تكون السؤال ذاك هاته ايوه هات الشعر ومدري ايش والشعراء والجن وذيها كذاب في كذاب باختصار يعني اختصار اللي اعطاك من الأشياء كثير فيه شيء لا والله ما بشيء من هذا الكلام كله ويفيدك الرجل هذا لأنه أخبر منا في الأمور في الأمور الجن عصر العهد الجاهلي بالنسبة لتأثير الجن يعني الجن لما يتلبس الإنسان يصبح مريض ويتسرع ما يعطيك شعر والعرب أفصح أو الإنس خصوصا العرب أفصح من الجن في الشعر وفي اللغة والثقافة ممكن الجن لهم تأثير وممكن صورة الشعراء من قراها يعرف مدى تأثيرهم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم الآيات والشعراء يتبعهم الغوون يوحون لنا أفكار يعني حقيقة تأتيك أفكار وخيال, ولا وخيال وشيطانية ولو طوعناها ألحدنا ولكن نعتصم بالله ونستغفر ونتوب فهم تأثيرهم فقط ب هو وحي من الخيال إلهام وساوس شيطانية تجرك لبعض ضروب الفساد للحال الشاعر العاقل الشاعر المسلم يتعود من الشيطان أما يكون أنه هناك شاعر بسبب الجن هذه كما قال أبو سعد خريط سريط خريط سريط نهائيا كلام زي مثلا الفراعنة مثال كان له لقاء قبل فترة تكلم عن الموضوع هذا الله كانوا يقولون ان الرجال معنا لا انا اقول لك انا ما ادري بس انا وجهة نظري يصطنع سالفة الجن يصطنعها عشان يصير منهج لها او طريق او اسلوب وهو من حقه لكن هذا الواقع اما حكاية انه زي ما ذكر الانس افصح من الجن افصح لذلك نزل وحي للإنس ما نزل للجن اول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فما بالعكس الشعر كل ما كان إنسان في كامل قواه وفي كامل كان أقوى شعري كان أقوى شعريا يعني ويفهم الكلام ويعرف يأخذ أما لا تلبس هذا ما خبط له في الجدران ما درى لنا كيف ندر منها ما يطلع أنا بوجه سؤال لشعارنا الكبار قصيدة تتمنى أنك أنت اللي كتبتها الله الله عندك يا أنت تحول كل شيء علي أنت والله يا اخي انها من باب التقدير يا ابو تسلم هنا شوف اذا قالوا قصيده احفظوها لانها للامانه قصيدة قصيدة. يعني هناك قصائد كثيره تمنيت فعلا اني انا اللي كتبتها سواء في الشعر الفصيح في العرضه في الشعر النبطي يعني في الشعر الفصيح مثلا قصيده ابي العلاء المعري غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي صاحي هذه قبورنا تملا الارض فأين القبور من عهد عادي الله رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض هذه ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد يقول احترم الأرض ترى ممكن أنك تمشي على جسد تمشي على أجساد مدفونة من زمان مثلا قصيدة أبي فراس أراك عصي الدمع شمتمة الصبر وأمان الهوى نهي عليك ولا أمر هذه في الفصيح عندك في العامي قصيدة سجة مع الهاجوس من أجمل القصائد خليك في الدنيا أنا ما معي شيء وفعلا ما معي شيء نعم الله بروح منها ما معي شيء منها كثير قصائد كثيرة جدا بالنسبة لي يعني كثير فهد يمكن والله كثير تشبع جدا لا والله والله ما نجي لبعدكم جميع لكن والله كثير
كثير كثير تبي واحدة والله ما شيء ما عالي انا كرا. انا شوف في الشعر انا اتكلم اجي في الشعر الشعبي الشعبي في قصيده انا ما عمري بكيت من الله. قصيده بس لحالها مثل قصيدة ابن فطيس سمعتها وأنا قاعد أمشي ألعب رياضة طبعا باين أن ألعب رياضة لا تخيل أني ألعب رياضة والله والله عجبنا اللي قصيدة الدكتور يقول قصيدة طويلة هي أنا ماني حافظ إلا بيوت منها يوم قالوا له الرجال في عيونه يشوف شوي نظره وقالوا له في دكتور اسمه مؤمن الريفي ممتاز والرجال يعالج روحوا له في البحرين وراح له الرجال اظن وكتب قصيده يا مو من الريفي انا جيتك زبون زبون جيتك على مدح اكثر الناس وعنيت جيت وتعالى الله عما يشركون لولاه يا مو من طبك ما اهتديت الله اريد ايش ابغى اريد اخاشط انا مقصص منها ماني حافظها زين اريد اخاشر في البصر من يبصر الله واشوف دربي لا سرحت ولا ضليت ولا قنص تثبت مع اللي يقنصون واشوف طيري كل موميت ودعيت الله يا كثر ما يضرب خوي الطبلون من كثر ما اكلته مطبات وكليت من دون نظارة ولا هم يحزنون يا كثر ما كسرت كشمات وشريت الله شوف الله. شوف لكن يا دكتور تكفى لا تهون جعلك ما تهون لكن يا دكتور جعلك ما تهون ابيك كلمة راس دامك ما بديت اسمع ولا ابغى لي وزانك يسمعون الله الله ارادك شف لك اسراري وجيت صوره عديل الروح داخل الله. في العيون اخاف تقطعها بموسك ما وعيت الله ولا عليك امر اطوها تحت الجفون وعقبها لو تقطع عيوني ما شكيت الله 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 من نهايه القصيده بالذات طويله 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 ايش قال الحافظ منها شيء في الاخير لا 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 بس اقول ان تصوير اهل بعدين يقول يا قو قلبي يا عاد يقول يا قو قلبي يوم قفلنا الضعوع اللي على ذاك المفارق ما بكى ادور الفرحه مع اللي يسهرون ذكروني اخذت فنجال وسرت الله والله لكن انت تقول انك ما بكيت من قصيده مثل لانه لا هنا في سر في 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 علاقه لا مستحيل هنا انا بقول لك الابيات يعني تخاطب المجتمع يا رجال الحب لكن أبقى أقول لك شيء أنا أقول لك ليه أول شيء لا تعتقد أنك تحرجني لأني والله الذي لا إله إلا هو آخر مرة ومر علي الإحراج قبل 20 سنة الإحراج هذا شيء من بالك تماما هذا لا والله هذه النقطة الأولى ثانيا إن كان قصدك أني أحب فقلب ما يحب جعله الموت آمين قلب ما يحب جعله الموت الحب حب الأم حب ربي حب الرسول حب المسلمين حب الخير الزوجة هذا على كل حال لكن أنا يوم يتكلم عن المفارق بالفعل إيه الأبيات يوم يتكلم عن المفارق صحيح والله قصيدة جميلة وأنا سمعتها والمفارق من أقسى اللحظات في الحياة في جميع الأصعدة خاصة لا مات لك قريب ولا أب ولا بالفعل. أخ وأنا تعرضت للأشياء هذه كل الناس لكن تعرضت لها ورا بعض كذا ثنتين فسويت لي ازمه نفسيه ما تشوفني ماني صاحي الله يعطيك العافيه ابو صقر سم مشاركتك لقصيده امام الملك عبد الله رحمه الله رحمه الله كيف تم اختيارك؟ الله يرحمه طبعا البرنامج كان في زياره الملك للجنوب صحيح هو عام تقريبا اول ما تعرفت على الشباب عام 1427 كان في زياره للملك عبد الله رحمه الله لمنطقة عسير بيسوون حفل للأهالي بإشراف الأمير خالد الفيصل وقتها وقتها أنا عضو في النادي الأدبي وتوي جديد على النادي الأدبي وأصغرهم يمكن من أصغر الشعراء وقتها سنا وأقلهم شعرا وفي الصيف جاني اتصال من العلاقات العامة أظن بل الدكتور سعد مارك أنه عندنا احتفال أهالي منطقة عسير الملك بيزور منطقة عسير بعد رمضان وانت من الاسماء اللي تم ترشيحها للمشاركة ونبغى منك بعض النصوص اللي سمعنا مقطوعة منها يسر الله وتسهلت وتم اختياري من ضمن الشعراء اللي شاركت معهم قدمت نصين اتذكر منها في فصيح انت ما تحب الشعر الفصيح لا بالعكس كيف خريج لغة عربية يقول ما شاء الله صدم من الشوق أم أوتار نجواك أم طائر السعد بالأسحار وافاك يا موطنا لم أنل حبا يماثله ولم يكن غير شط القلب مرساك عشناك في مقل الأجداد فانبثقت
أشعة الحزن من أعماق ذكراك، قد كنت لا شيء لا تاريخ لا أملا، وكنت ميتا وسيف العدل أحياك حتما. جهابذة التاريخ قد عزفوا أنشودة المجد في رحباء دنياك، فاسجد لمن سير الصحراء مضعنة ومن بعرش الملوك الصيد أولاك. إلى أن قلت مهلا أبا متعب رحمه الله، مهلا أبا متعب، ما زلت معترفا بأنه لن يتم الصرح لولاك، أريت نورا تلم الكون جبته، إن لم تكن أنت ذاك النور من ذاك. الله عليك. 20 مليون في عينيك قد سكنوا، ولم يروا في سواد العين إلاك. تمازج الحب حتى صار مملكة من الوفاء، وبحر الحب عيناك. لم تنحني هامة التاريخ من قدم إلا لفذ عريب الجد شرواك وشروى الحاضرين. سلام يا سلام، هذه من أجمل الذكريات والمناسبات اللي أنا ما أنساها. جميلة الأبيات وبسم الله ما شاء الله. أبو سعد يوم قال من شوف بعض المواقف سبحان الله ترسخ، يوم سألك عن الموقف هذا على طول تذكرت أنا أن قديم مشاركة يعني إيه مشاركة كانت في المركز الحضاري أو فين؟ في الخلدية. في الحضاري كان أمام الأمير سلطان. أمام سلطان الحضاري صح؟ صدقت صدقت صدقت. قبل يمكن 30 سنة قبل أولادنا. ما شاء الله ذاكرتك قوية. فأتذكر في الحضاري سبحان الله، فبعض المواقف مو بس للشاعر حتى للجمهور، وخاصة زيارة الملك عبد الله للجنوب هذيك الأيام كانت بصمة يعني، ولا زالت إلى اليوم الناس نتاجها وما تنسى ذكرياتها الجميلة. جميلة جدا. المسلمين. ايش في من جديد عندك يا ابو سعد؟ والله واجد، لكن خلني اشوف الطارف. ايوه الطارف من عجبه. يقول يا اصحابنا ليه عالطيب تماديتوا، يا اصحابنا ليه عالطيب تماديتوا، واخفيتوا النعم والزلات منشوره، ولا شيرها الحاكم ما تحاكيتوا، في ساقته ما طلعتوا يوم عنشوره، يلعب بكم زين لا رحتوا ولا جيتوا، المال خلى ردي الفعل اسطوره، وفي مجلسه لا دعاكم ما تعديتوا، رجلينكم كانها للرضاه مبتوره، وان جاي يصلي صلاته ما صليتوا، وان فاته ما هي بمذكوره، ما ادري بعد يوم صليتوا توضيتوا، اهل الرياء عند راعي المال ماجوره، لكن مع الوقت ما ادري بعد يوم صليتوا توضيتوا، اهل الرياء عند راعي المال ماجوره، لكن مع الوقت يفنى ما تقضيتوا، واللاب تفنون وكل ينتظر دوره، حنا بشر والبشر مهما تنسيتوا نرحل، ولا في البشر من دام تدهوره، المال ما رجع الأعمار لقفيته، والفقر ما نقص الرجال في شهوره، ربيته المال لا أكل ما تربيته على العطاجع علي من اللأشة مكسورة، ربيته المال لكن هي مبتورة أفضل، لكن قد قلتها عرفت، ربيته المال لكن ما تربيته على العطاء جعلي من اللاشة مكسورة، جيتوا المجالس لكم حاجات واخذيتوا، واللي عطاكم مرض ما قلتوا نزوره، اجوا اما تغديتوا تعشيتوا في مجلس من رجل الانذال محظورة، يا اصحابنا لا شبعتوا ثم تقهويتوا، خذوا الفناجيل ما نبغى لها صورة، تحرق ما قهوي بها يلي ترديته، أخاف عدو الردة والناس مستورة. الله الله دائما والله يا أبو سعد تطربنا الله بالسلك، تطربنا بالسلك والله، هذا اللي نحتاجه، لأنه بالفعل المجتمع يحتاج والله التوعية لبعض الأشياء، ورسالة الشعر قوية وتوضح الشيء هذا بشكل كبير. والله يا ابن حلال الشعر يعني سبحان الله، واحد كنا نسولف على طاري الشعر، كنا نسولف انا واحد، فقال يا اخي اشترى الشعر يا اخي بيجي فتره ويوقف، قلت راي، قلت لن
يوقف الشعر ما دامت الأرض الأرض والسماء السماء. نعم. ليه؟ حرام عليه هذا اللي قاله. عرفت؟ لا لا يقول إنه الشعر سوق المنشدين. لا لا إنه أنت فهمت إيش يقصده؟ خلاص. يقول إنه الأجيال القادمة ما عاد بيهتمون في الشعر. لا. لا يمكن. لا يمكن. ليه؟ لأن حنا قدوتنا وشو؟ الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى نزل خلد الشعر في القرآن. خلد الشعر في القرآن أولا، ثانيا وهو الأهم في الموضوع، نزل معجزة لفصاحة العرب. نزل معجزة لفصاحة العرب، فلذلك لن تمحي الشيء اللي يقارن، أو مع أنه ما في مقارنة، لكن اللي القرآن جاء لدحرة. نعم. أو تحديه. فلذلك الشعر لا يمكن، لا يمكن، خاصة ما دامت العاطفة وما دام هذا القلب ينبض أخضر. صح. أخضر غامق. صدق العاطفة في كل مجال. عن حنا نقعد كل شوية نبرر عن الأم عن الزوجة، كل شوية بنقعد نقول لا لا لا، هو خلاص العاطفة بشكل عام. أيوة. نسمع منك عبد الملك. طيب بما أن الجو يا شاعري يا أخي، أنا إذا قلني اسمح لي خذ راحتك، ترني خبل مجار مجار. إذا قلني في بداية والله لا مرتبك يا أخي، أخاف أشطح فيني. ها والله العظيم، مثل واحد الله يستر عليه من الشباب كان مذيع في القناة، المهم من يوم دخلنا قال عليك وجه الله تكفى، خذ راحتك بس انتبه انتبه. ويوم وصل فيه وأنا إذا انبسطت من شاعر لعنته. غلط والله أنه غلط، والله أنه غلط. طيب. ما أدري، واحد قال بيت كذا قلت عليك من يعطيه. هذا الحماس الغير منضبط. إيه والله. نعتذر لو حصل هناك بعض الأمور، فالقلب صافي والمرسالات. تفضل منشدنا القادم. الله يسعدك. طبعاً القصيدة ذي بما أن الجو شاعري عجبتني، بقولها إلقاء للشاعر سعد المطرفي من دولة الكويت. ونعم. والله حلو. نعم بحالك. يقول صدمة تجيك من أبعد الناس تجرحك، صدمة تجيك من أبعد الناس تجرحك، يمكن تعديها بحسبة ثواني، لكن لجتك من أقرب الناس تذبحك، عشان تنساها تبي عمر ثاني. يا قلب أنا كم لي أعاتبك وانصحك، وأقول لك يا قلب وانت تعصاني، اتعب على اللي كل ما جيت يفرحك، لا ضيع أيامك ترى العمر ثاني، اللي يبي يخسرك ما راح يربحك، واللي بيربحك لجلك يعاني، واللي بيسترك ما راح يفضحك، يفضحك من يرضى عليك الهواني، واللي بيشتمك ما راح يمدحك، حتى لو انك مجني تصير جاني، واللي بيقربك لو ابعدت يسبحك، حتى لو انك بحر ما بك مواني، واللي بيبعدك لو يدل مطرحك، ما جاك لو كنت مقراب المباني، اتعب على عيون اذا جات تلمحك، تلمح بنظرتها وقدرك معاني، ولا تقرب مبعد القلب تلفحك هبايب الصدمات، سم المحاني صدمة تجيك من أبعد الناس تجرحك، يمكن تعديها حسب الثواني. الله يصح لسانك. أنا بوجه طلب شعان الكبار، أبي قصيدة عن الأخ. أكيد أنكم كاتبين عن الأخ. عن الأخ. والله أنا لأني أعتبر الأخ هذا شيء عظيم. أنا كتبت لكني تنسيتها، والله مو نسيتها، تنسيتها بكل ما كتبتها. فأخوي الله يرحمه والله ما لأنها تتعبني كثير، فقفلت موضوعها تماما. ولا الأخ يا أخي موضوع مهم جدا، موضوع مهم حساس جدا. هو بعض الأحيان يعني مثل الأخ والأب والأم، يعني الشاعر يصعب عليه إنه يوفي قدرهم بقصيدة. فيمتنع. أنا والله امتنعت تماما، ما قدرت أكتب لا في الأخ ولا في الأم ولا في عجز، لأنه ما وجدت الأدوات اللي تساعدني، أو أخاف أقول قصيدة فيهم ما توفيهم قدرهم. صحيح. من عظم مكانتهم. طيب نسمع شيء ثاني. طيب مثل واحد يفشلهم، مثل شاعر معروف سألوه قالوا أعطنا شيء في الرثة يا أخي ما سمعنا، أكو شاعر معروف جدا سعد علوش، ما يحتاج فالرثة قال ما عمري رثيت ولا أحب أن أرثي. فترى بعض الأحيان من قوة حب الشخص هذا ما تقدر تقول فيه شيء. بالفعل
تخاف تنقص تخاف تنقص من يعني قدره عندك. هذا هو. طيب سؤال قبل لا تعطونا كلنا يعطينا من عنده. ايش اللي اصعب الشعر الفصيح النبطي الشعبي في الكتابه طبعا عندك يا ابو هو يرد خلاص كل يقول وجهه نظره من البدايه. وجهه نظري بالنسبه ل... انا ما اتكلم عن الناس بشكل عام ممكن يخالفوني لكني ارى وجهه نظر خاص اصعبها الشعر الفصيح لسبب واحد ولعده اسباب. انه الشعر الفصيح يحتكم الى قوانين لغويه نحويه صارمه ما تقبل الاختراق. حتى الضرورات الشعريه في الشعر الفصيح مقننه ومحدده لذلك هو صعب جدا. ممكن يستطيع الشاعر ان يكتب لك قصيده فصيحه وتظن انت المتلقي العادي انها قويه وجيده وقصيده لكن عند فحصها مليئه بالاخطاء صح وبالكسور. الشعر الفصيح اصعب. بالنسبه للشعبي والعامي ارى ان العامي اسهلها على الاطلاق ولذلك اكثر الشعراء في الجزيره العربيه او في الخليج أكثرهم في الشعر العام. الشعبي كل منطقة لها ثقافتها يعني صعب أجيب أهل نجد وأجبرهم على العرض الجنوبية. ممتاز. وهكذا. آخر قصيدة كتبتها يا أبو صقر وش هي؟ أنا والله عندي قصائد ثانية لكن آخر قصيدة وأعتبرها تكريم من جديد الأخ أحمد علي مناع القري من الجماعة. نعم. مشارك في الحد الجنوبي. وصيب وفقد بصره الله وجاه اصابات في يديه شديده نسال الله يعوضه خير وان يجعل الجنه داره امين. سوى الجماعه سووا له حفل تكريم شاركت معهم فقول يحمد علي مناع والمجد محفوظ لهله بساحات الوغى والكرامه كم واحد وده يجاريك ويخوض ويحقق امجادك ولو في منامه لكن ما كل من الناس محظوظ وما كل رجال تشيله عظامه لو كان بيدينا نفديك ونعوض ونلبسك ثوب العفاء والسلامه عظناك لكن حكم الاقدار مفروض واحكام ربي ما عليها ملامه حنا عيونك بعد ما صابها غموض وحنا زنودك يا وريث الشهامة أبشر بنا والعهد ما هو بمنقوض ومن ينقض حلت عليها الندامة يلا عسى ما طاك في الخلد والروض أخير من دار الشقاء والعدامة ويا جعل ميرادك على جمة الحوض حوض النبي لا اشتدها ولا القيامة. سلامتكم. يا سلام يا سلام. وانا اعتبرها هدية لكل من شارك يبشر بالخير. وصيف الحد الجنوبي. يبشر بالخير. الله يشفيه يا رب ويرحم المتوفين يا رب العالمين. ايش تقول بالسياحة يا ابو في عسير و اولا نسمع من لا 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 خلي اسال ما في مشكلة. لا لا نبغى نسمع منك شيء. أنا مبسوط اني التقيت بك على الهواء مباشره واسمع منك. انا هذا تواضع منك يا حبيبنا وانا انا بطلبه طلب واعلمه يعني ان هذا الطلب شرف اني اسمعه من قريب. اي والله في ابيات لك كنت ابحث عن موضوع وانا انزل سنابات عشان اثري اللي عندي بالقران والسنه والحكم والقصائد وانزل على بيت لك. انا والله العظيم اني من قوه اني حبيت هذا البيت حفظته مع ان فيه موسيقى طبعا ما هو ركبوا عليه موسيقى وشيلات طبعا انا اقول لك شيء ويوم من الايام قوه اني فرحت انا اتعشى انا امي واخواني والله اني ترى اني اسويها والله موسيقى لا لا ما هو بنت ما هو بنت والله اني اسويها شعراء ترى يا عادل والله الخبر خلاص قلت لك انا مرفوع عني القلم تفضل الله ايوه اسلم هي قصيده من ضمن ابياتها اني ابغاها مخرج انت ما تدري من ضمن ابياتها وان كان في اصحابك اللي طايع الله عليك اسرح معه في صباح الخير ولا سلم نبغى نسمع والله ما الحكمه ذي انا اساسا لكن يا اخي والله في خاطري قصيده ما في مشكله طيب تفضل نقول بعدين بنقول بيتين من ذي بعدين في الاخير ولا نطلع لا بس في قصيده جديده ودي اقولها. يقول اللي قال لي كل يوم وفي كل ساعة صدى يا ولد
اللي قال لي كل يوم في كل ساعة كان له بالفعل طعم وشكل ثاني. قبل بيت الطين يعلن عن وداعه وقبل شباكك تغطيها المباني، وكل طيش نقول له سمع وطاعة يوم كانت شوفت اللعبة أماني. كل منا يحمل الفرحة متاعه وسط قلب من ورا عوج المحاني. ضاق بالكون الفرح رغم التساعة يوم كنت أتابع أفراح وتهاني. يوم جار تذكرها يوم كنت أتابع أفراح وتهاني. يوم جار البيت خير من الجماعة وقفته في ساعة الضيقة تفاني. ويوم كان السبت نتمنى ضياعه وليلة الجمعة تعدي في ثواني. ما شريت إلا النقاء الطهر بضاعة وما يبيع أعراض خلق الله لساني. وما تركنا رغم صغر السن طاعة وما تشوف برغم حاجتنا أناني. تحزن وتلقى من يضمك ذراعه، تشتكي تسمع لشكواك الأذاني. لو تعددنا وكل الأطباعة حبنا يهدي لجمعتنا الأماني. نجتمع في كل شيء نتفق في كل شيء إلا القطاعة، ونجتمع في كل شيء إلا المباني. ولولنا في قوة الجدر استطاعة ما تشوف اللي من الغرفة يعاني. ما شبع واحد وغيره في مجاعة كل شيء نقص له والعمر فاني. قبل عصر العولمة يطلق سباعه كنت أسعد شخص في عين تراني. لين جيت في عصر ما بسلم خداعه الحزن بيدي من الفرحة خذاني. ليت عندي من عنا وقتي مناعة ما كبرت وشفت من يجلس مكاني. وليتهم ما قالوا الكنز القناعة كنز لكني طلبت وما أعطاني. ومن خلى جيبه وفي رأسه شجاعة والله أنت بقى من العشرة ثمانية. كل واحد قام يبدع في صراعه ما بقى لا يشكي سهل اليماني. يعرف الجوال من عنده طماعه ولا يعرف الرقم لربي بلاني. التواصل 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 علم الناس القطاعة وكثرة الشاشات في دين الغواني. صرت تسمع شيء ما ودك سماعه وكثر قول الناس ليت الله حماه. والتآلف غاية القلب ومتاعه في حضور اللي لها قلبي دعاني. والله إن القلب في دينك وداعه. التواصل منهدم والذكر باني. ليتني موجة على بث الإذاعة كان جيتك ذبذبة شوق ومعاني. طالب يشوفك على عزه وطاعه شوفت ان قربها السبع المثاني. الله يرحمه والديه. واستمتعنا والله بهذه الليله الطيبه معكم. الله يعطيكم العافيه. الوقت والله ودنا يسعفنا اكثر واكثر، لكن نشوفكم ان شاء الله في لقاءات ثانيه. شرفتونا وبيض الله وجيهكم وتحملتوا الخطوه البعيده، وهذا من كرم اخلاقكم وطيبتكم وتشرفنا بكم جميع. نشوف المشاهدين باذن الله عز وجل في حلقه قادمه بإذن الله. ودعناكم الله. الله يحفظ طلع عليكم وشاكرين جميعا. حان وقت العريك العريك.